الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا مع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر، وتتجه أنظار الشعب الفلسطيني بالتحديد غدا اتجاه المنتخب المغربي الشقيق في أولى مشوار في أول مشواره في كأس العالم. كأس العالم شهدت الصالة الرياضية في قطاع غزة رفع للأعلام المغربية. العلم المغربي كان يرفرف بين الجمهور الفلسطيني تقديرا وحبا وعرفانا لما قدموه لفلسطين، ولطالما شهدنا المدرجات المغربية في كافة المحافل الرياضية ترفع العلم الفلسطيني وتهتف باسم فلسطين وتنشد النشيد الوطني الفلسطيني.